ده بالنسبة لأبويا، شلت المسؤولية بقى بعد وفاته. وبعد وما وفات بالنسبة بقى لابني بقى رحمة الله عليه، كان شاب مثالي جدا وعلى خلق وزي الملائكة كده. ده كان بالنسبة لي، هو كان بيشتغل في بنك وكان مرهق فيه يعني، كان مسؤول ائتماني يعني، ما يعجبوش حاجة يرفض يعني. كان تعبان يعني. والله ابني انتقل في ساعتين ثلاثة يعني، لأني بس أنا يعني في حتة يمكن يكون عندي حتة شفافية يعني. فحتى أنا قلت قبل كده إن أنا وأنا نايم قيل لي إنه انتقل وهو في أتم صحة. أنت شفته بالحلم يعني؟ صوت قال لي وأنا نايم. قال لك إيه الصوت؟ إن توفيق انتقل يعني، أنا مش عايز أقول لفظ الموت يعني، انتقل للعالم آخر يعني. فكان هو في تمام الصحة والعافية يعني. فأنا ما كنت قبل انتقاله ب 30 يوم. هو كان معاك في البيت عايش ولا كان في بيته؟ هو كان ساكن في آخر الشارع جنبي، أنا ساكن في الزمالك. طيب هو ساكن مع حماه يعني في آخر الشارع يعني. بس أنا سمعت إن هو، فأنا كان يعني هو أنا خلفته وأنا طالب في بدرس يعني. وبعدين مثالي وزي الملائكة يعني. لما أنا سمعت الصوت ده صدقته؟ وأنا نايم صدقت الصوت ده؟ ما أنا ما عندي عندي حكاية الشفافية دي يعني. يعني ربنا بيمن عليا بقى. في ناس بيقولوا ما تقولش كده دايما يعني. لا ليه بالعكس، دي يعني دي على فكرة يعني أنا لما أشوف رؤية لازم تتحقق، أما أسمع حاجة لازم تتحقق يعني. ربنا بيحقق لي الحاجة يعني، باخد المعلومة قبليها. فأنا كنت بعمل مسلسل، جيت بيت لقيت مراتي الله يرحمها بتقول لي توفيق بقول جدوده قولوا. طبعا أنا جدوده قولوا، أنا جدته أمه ميتة 47 وأنا أبويا ميت 56، ما شافش إلا أبو أمه وشاف أمي أنا بس يعني. فكانوا انتقلوا بقى جميعا. فأنا جريت على البيت عنده كنت بصور وجات، فقلت له إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ قال لا، اللي جم وقفوا هنا وقال لي تعالى عشان تشوف حضرة النبي وتشوف الناس الحلوة. حتى جدته اللي توفي سنة 47 أو 48 يعني كده، أمه يعني ماتت شابة يعني ما كانش كبيرة، قال لي أمه عينيها ملونة. قال هو كان تعبان بالفترة أبداً دي؟ هو أمه بقى كان عنده حساسية. بس طبعا أنا نتيجة أن أنا كنت بصور، أنا فاكر أن عنده الحالة دي يعني، كان بقى لي يومين يعني. فأنا مجرد ما جيت بقى جبت أطباء الأشعة بالأجهزة بتاعتهم، اكتشفوا إن فيه جلطة عنده. فده بقى بس، وساب لي بنت عندها 10 سنين يعني. هو كان يعني عبد شريف. والغريب بقى أقول لك حاجة ما قلتهاش قبل كده، كان شكار وميرفت ربنا يسعدها ويديها العمر والصحة يا رب. كان وجولي في أما مات هو يعني، كان عزة بتاعه كان الدنيا كلها يعني بالنسبة له. فأنا كنت بكلم شوشو الله يرحمها في التليفون ده حتى قبل ما تنتقل بأيام، وكنت بكلمني وبكلم أنا في التليفون. ففوجئت بشكار بتقول لي ايه، مش ابنك جالي في الرؤيه؟ جد الواد زي القمر، ابنك جالي يعني، مع ان هي ما شافتوش خالص، ما شافتوش قبل. انما يظهر قال لها انا ابن الرشوان او حاجه زي كده. بس هو كان عنده نفس الرؤيه اللي انت كانت تجي لك نفس الحاجه. أنا عموما يعني انا وارث الحكايه دي، واولادي وارثينها مني برضو كمان.